هلا بالخرفان يا هلا. فوداعا ايتها المنطقة. لا 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 نو واي. اوه سهم. اوه شو اسمه، ما يفيد ما يفيد، اروح اشوف لي واحد ثاني. يا نور الهلال اقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء. خل نروح ندور لنا على شيء ثاني. والله الغابه كلها اشجار. سؤال سؤال، الغابه كلها اشجار، جاي الغابه شنو؟ الغابه شنو؟ لا تخبلني احمد. والله ماكو شيء حاليا، ما اشجار، حيوانات، اشياء، ماكو شيء جديد. خلنا نرجع المكاننا ونجهز وضعنا المكان مالتنا الستي ورجعنا للبيت. والله المنطقة شكلها كلش مو حلو، لازم نشوف لنا مكان نعيش بيه. اكيد نعيش بهاي المنطقة المفتوحة. طبعا قبل لا اروح لازم اخذ الموارد اللي موجودة عندهم، ما اعوف القرية ما بيها شي او بيها شي. فخلنا ندب الغراض اللي ما نحتاجها، هذا ما نحتاجه. وجمع يا حبيبي، شلون نقمز هسه؟ والله راح اقمز، خايف اقمز واطيح مو على الماي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. واو اسف يا قروي ما اخذت مالتكم الزرع، بس يعني ان شاء الله راح اعطيكم وحده. حلو، اي ام سوري. شو كلها تباوع لي؟ اطفر. والله شكلي راح اعيش هنا شباب. يراد لي بيت صغير هنا، او جوز اعيش هنا يم الشجرة او فوق الشجرة، ما ادري محتار وين اعيش، بس شكلي راح اعيش. شنو رايكم اعيش بالريفين؟ والله فكرة حلوة شباب، اسوي لي هنا فتحة للجوا واعيش ببطن الريفين، بس بعدين ورا شوية القى كريبر بوم. اوكي راح اعيش هنا بهاي المنطقة الجميلة. قبل ما يصير الليل لازم احط غراضي هنا، احط السرير وانام. طبعا حاليا ما اقدر انام، فمن هسه شباب راح احط هنا واي بوينت اسميه هوم. طبعا اكو ناس سالوني احمد شنو هذا اللي جاي تسوي، شلون اريد اسوي؟ طبعا اذا اللي اريد اسوي اكو اكتب باليوتيوب مود الخريطه، خلي احط الصندوق واحط بيه غراض، عم اروح اجمع خشب واستكشف. هذا ما احتاج، هذا غراض ما احتاج، كلهن ما احتاجن، هذا بس احتاجه، هذا ما احتاجن. لنجمع الخشب بس اول شي لازم اكل. انطلق نجمع الخشب. هذا الخشب السورس حلو. اوه اكو ابقار هنا، والله حلو. طبعا ما راح اجمع من هنا، اجمع من هناك من النص على مود هذا شكل يبقى. يا خنزير شو تسوي هنا؟ شو مدنك ضايج؟ ما عندي جزر كان طيتك. انكسر، لازم اسوي لي واحد جديد، لازم اسوي لي بيكاكس او اكس جديد. شو قلي اول مرة مسوي؟ انا مو حلقة ذيك سويته. وهذا الاكس اتوقع ستاك ونص يكفي بالبداية. فخلينا نرجع لقيت الحلو، لقيت الحلو. والله شي ممتاز، والله شي ممتاز. هنسوي اي بوينت لاما، والله شي كلش حلو. رجعت البيت، رجعت الى اجمل منطقة بالعالم. اكو كلي هنا يراد لي جمعت وياي خشب وجبت وياي لحم.
على مود اعيش بهاي الفتره اكثر من يعني فد كم يوم زياده، نطبخ اللحم. والخشب اللي جبته راح ابني لي بيه مكان، غرفه صغيره اقدر اعيش بيها. بس انا ما اريد غرفه، تدري ايش راح اسوي؟ راح اسوي مثل فتشي فوق هذا الانفول، مو الانفول، راح ابني لي هنا على هذا نسيت اسمه. طوني اسمه، جولي اسمه نسيته، خروح انام لا من ما اتذكر اسمه، والله نسيت اسمه شباب. هذا الكهف الكبير راح اسوي لي هنا بيت، يعني كبداية أعيش بيه هنا إلى أن يعني أخلص، أصير واحد برو، يعني كل شي عندي، وبعدين أنتقل. بس هنا يعني هذا المكان يحتاج إلى يعني شغل، فلازم أرتب الوضعية. فمن هسه راح أحط الكرافتنج تيبل هنا على مود ابدي ارتب واسوي هيك حلو. وخلينا ننزل جوا، خلينا هذا نكسره، نايس. خلينا نسوي هيك، واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. بس انا ما اريد انزل هيج، اريد انزل بعد اكثر، انزل بهالارتفاع. هذا كسرة، جواي لافا، انا خايف اطيح. خلينا نبني. فشباب الناس راح اسوي لي بيت هنا، صغيروني بيت صغيروني هيك بس شكل على مود اعيش بيه بس، يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر. شباب لو تشوفون هنا هذا مادي جنجل ودارك اوك يم اللاما، مادي ما انتبهت جايبها بالخريطة وشفته قبل كل شي. شباب اساس البيت هيك راح يكون بيت صغيروني، بعدين نبنينا بيت خرافي خرافي في الايام السابقة. تدرون شنو لما ما ابني البيت شو اسوي؟ اروح اجمع لي شوية ساند على مود اسوي لي فتحة مال كيف، اروح اجمع لي شوية ساند على مود اسوي لي الزجاج مال البيت. فاحتاج ستة، ستة يكفي. اوكي خلينا نحطه هنا حاليا ارتفاع، خلينا نرفعه بعد طبقة البيت. شباب هسه حاليا خلصت من البيت تقريبا، خلينا نحط هذا هيج هذا هيج. اوكي صارت عندنا هنا غرفتين وهذا الباب من هنا. بقى بس شباب اكو شغلة واحدة لازم اسويها، يعني منظر ينطي جمالية، انه اسوي اجيب هذا اسوي هيج سلاب، وهذا السلاب اجي احطه هنا، واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة. اوكي شباب صار شكله جميل. لازم هسه اسوي لي هنا ممتاز. حاليا خلصت شوية من البيت، بقى بس اجيب الجلاس واسوي منه هذا الجلاس الثاني، جلاس بان بين او بقى السقف. السقف شباب راح احطه من كابل ستون، لان كابل ستون شكله هلا بلاندر مان، ما اريد ابع له هواي لان يهجم علي. خلينا نسوي هيك، اتوقع هذا العدد يكفي. استغفر الله، والله اخترعت، بسم الله الرحمن الرحيم. جابت هنا، تعال قلي لي هسه شي. هسه راح نحط شباب التورش لإضاءة المنزل. طبعا الإضاءة راح تكون شوي مختلفة، راح اسوي هيك واحطه هيك، هذا ضوء البيت. وراح اسوي نفس الشيء هنا
ونفس الشيء راح اسوي هنا. اما البيت يكون ضاوي وجميل. وقت الارضيه مال البيت، الارضيه مال البيت شباب افضل انه اسويها من ما ادري حاليا، ما عندي اي فكره، بس الظاهر شباب راح اسويها من الساند ستون جوز او اي ساند ستون اتوقع. فخلينا نشيل غراضنا وننتقل الى البيت لان خلصنا كل شيء. بس غراض ما اقدر اخذها. والله غراض صار انا هواي شباب. خلينا نجيب الكرافتنج تيبل هنا، كرافتنج تيبل ثاني راح احطها عندي بالانفنتوري او اجيبها هنا بعدين عاد اشيلها. نحط الصندوق مالنا هنا، صندوق الاول، ونحط كل الغراض. وناخذ غراضنا الزايدة ونرجع البيت. حاليا شباب هذا بيت مالنا. هنا أنا غرفة النوم، فغرفة النوم شوية مختلفة، لازم اتملعب بيها يعني، مو قبل هيج غرفة مربعة. فراح اسوي هيج، راح اسوي هيج حاليا، وراح اجيب السرير وراح اسوي سرير ثاني. صار عندنا سرير ثاني، بس المشكلة شباب الأرضية مال البيت راح أعدلها هسه حاليا. نحتاج ان الفرن مالنا، الفرن مالنا راح يكون هنا، فهاي كل ما يصعدون الصناديق الأفران أيضا تصعد وياهن. فكرافتنج تيبل هاي لازم أخذها وياي من أروح رحلات. حلو. ستون سلاب، هاي ستون سلاب ما أدري شنو راح أسوي بيها. يمكن طبعا بما إنه عندنا صوف، عندنا صوف هواية، فخلينا نسوي لنا لوحات للبيت. شنو رايكم لوحات للبيت؟ يعني نحط لنا وول ونحط لنا هنا ثلاث لوحات. راح احط لوحه هنا، لوحه جميله. نحط لنا لوحه هنا. حلو. طبعا ما اريد نفسها، ليش شنو نسوي ليش نفسها؟ لا ما اريد هيك، ما اريد هيك. هي هاي جميله اللوحه. بقى هنا نحط لنا لوحه، لا اريد لوحه، لا ولا هيج، ردنا لا ولا هيج، نحط لا ولا هيج، نحط اي هاي اللوحة كويسة. صار البيت شوي جميل. خلينا نسوي لنا قاعدة، بما انه احنا او قبل كل شيء شباب يعني سويت كل شيء ما عدا الباب، غير نسوي لنا باب شباب يعني. فراح اسوي لنا باب. صار حلو شباب الباب مال البيت. هنا ايضا هاي بعد ما احتاجه. الان انا من اطب للبيت احس بامان، لان ماكو احد راح يوصل لي، وبنفس الوقت يعني البيت مرتب. فانا اريد بعض السوالف اريد احطها بغرفة النوم، فاحتاج ورد. لقيت الورد، حلو لقيت ورد، بس احتاج الكلي. الكلي وين راح القى الكلي؟ والله الكلي ما موجود الظاهر هنا. لا والله ذاك كلي، لقيتك يا كلي. ها كلي، هذا ساند لو كلي؟ والله ساند مو. طبعا اكو شغلة لازم اسويها، لين اوقات اطب للبيت وانسى اسد الباب، فلازم اسوي هاي الشغلتين على مود من يفتح الباب من عوفه ينسد الباب من كيفه. خلينا نطبخ هاي الكليات كلها. فحم ما عندي، يجوز بالصندوق عندي، عندي 9 فحمات، فخلي نطبخ لنا هذين. نحتاج نسوي لنا بعد فرن ثاني، فعم نطبخ الاكل اكثر اسرع. فهسه شباب راح نروح نستكشف ديتش الغابة الدارك اوك، ونشوف شنو اكو وراها. فمن اسقلكم، او ليش ما نروح نستكشف السفانة؟ خل نروح نستكشف السفانة شباب. السفانة موجودة الى جانب القرية، فالقرية موجودة حاليا هنا، فالسفانة من هناك. هيا لننطلق. مرحب مرحب يا هلال.